وللوقوف على واقع العاصمة بغداد في ظل التقارير التي تشير إلى تراجع تقييمها والخدمات والمعيشة فيها، معنا من كوبنهاغن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الله. أهلا بك ومشاهديكم الأكارم أخي الفاضل. منذ عام 2003 وحتى اليوم، لماذا لم تشهد العاصمة بغداد أي تطور يذكر في ظل الشهادات التي تؤكد تراجع واقعها العمراني والخدمات والمعيشة فيها؟ احتلال بغداد أو احتلال العراق التقى في أمرين صعبين. الأول هو النقص التاريخي عند أمريكا، وهذا ما صب غضب الجيش الأمريكي على بغداد وساهم في تدميرها، واستخدم أسلحة لا توازي قيمة المعركة التي حدثت. هذا القصد منه هو تدمير بغداد بشكل كامل، مع اتفق أيضا مع الحقد الفارسي الإيراني الذي يمت بصلة تاريخية عدائية مع بغداد ومؤدلج. هذه الأسباب جعلت من أدواتها في السلطة اللي هم المجالس وغيرها والأحزاب أن تعبث في بغداد وفي عمرانها وفي تاريخها، لأن العمران يعتبر أحد أركان الهوية الوطنية لذلك المكان، إذا بغداد أو إذا العراق. فلذلك تستهدف عمران المدينة ورموزها التاريخية وسكانها ولهجتها، كل هذا تستخدم لإزالة الهوية الحقيقية لبغداد لأغراض مؤدلجة. لماذا تغيب عن مدينة تاريخية مثل بغداد برامج التنمية منذ عام 2003 وحتى وقتنا الحالي؟ أين ذهبت الموازنات الانفجارية التي رصدت لمجالسها؟ فيما يخص بغداد تختلف عن قضايا الفساد الأخرى في العراق. بغداد الفساد فيها هو ظاهرة، عفوا، شيء ظاهري، وإن في الحقيقة هو استهداف لهذه المدينة تاريخيا بأمر إيراني مباشر، لأن إيران وعن طريق لسان أحد مستشاري رئيسهم روحاني قال نحن نريد إمبراطورية فارسية عاصمتها بغداد. فإذا إذا جاءوا إلى بغداد وهي عاصمة عربية وعاصمة ذات رموز عربية وإسلامية واضحة وصريحة، فهذا لا يناسب تغطية التاريخ البغدادي. فهم يحاولون لإلغاء تاريخ بغداد وشخوصها وأركانها، وأمامنا ظاهرة واحدة يمكن أن نعول عليها في عملية التغيير الديمغرافية، وهي تهجير حزام بغداد العربي. هذه المقصودة لا معنى أنه أهل بغداد الآخرين ليس عرب، عرب أقحاح وهم الأغلبية منذ نشأتها إلى هذا اليوم. فلكن الاستهداف هو يقصد هوية المدينة لصالح إيران. اليوم بغداد مستهدفة من الخط الفارسي الموجود المهيمن على القرار العراقي. في هذا الإطار، هل تتوقع أن ينعكس تشريع قانون جديد باسم قانون العاصمة في تغيير واقع العاصمة العراقية بغداد بعد كل هذا الكم من الإهمال؟ نعود ونقول أن بغداد تختلف عن القوانين الأخرى. كل ما يصدر من هذه منظومة 2003 إلى اليوم لم يصدر شيء واحد، لا قرار ولا قانون ولا تشريع لصالح الشعب العراقي بشكل عام. فكيف نطمئن منهم من نطمئن إليهم إلى أن يصدروا قانون لصالح بغداد؟ بغداد المستهدفة شعوبيا وهم الأحزاب التي دفعتها إيران لتشويه بغداد. بغداد مستهدفة بكل هذه الوسائل، والقانون مؤكد هناك فيه من الثغرات ما يسعى لإلغاء تاريخ بغداد وتحويلها، وقد يكون إلغاءها كعاصمة لأسباب عديدة، يعني يهيئون لظروف معينة إلغاءها كعاصمة رسمية إلى الدولة العراقية الحالية. فلذلك هم يعملون لإيجاد، يعني شو معنى قانون؟ ليش تسوي قانون؟ أنت تعال ابني إذا تريد، ابني، من منعك من أن تبني يعني؟ بغداد لا يكلف العمران، لا يكلف بغداد كثيرا من أموال العراق، ولا وحتى مخصصات المدينة هي مخصصات هائلة، ولكنه
تؤمر نعم هذه الجهات المسؤولة بسرقة هذه الأموال وتسريبها إلى الأحزاب وإلى المتنفذين. المهم أن لا يكون هناك إعمار إلى بغداد. متى كانت بغداد تعج بالنفايات في كل برأيكم، العصور؟ ألم تكن احتفالية بغداد عاصمة للثقافة الإسلامية فرصة لإعادة رونق مدينة عريقة مثل عاصمتنا الحبيبة بغداد؟ لماذا فوتت السلطات في العراق هذه الفرصة وغيرها من المناسبات للنهوض بواقع المدينة إن كانت جادة بقولها؟ هذا الافتراض اللي تفضلت به حضرتك هذا يكون لما عندك يعني حكومة ذات طابع وطني أو أحزاب تسيطر على البلد ذات طابع وطني. المشكلة هي في هيكلية الدولة، أنه لا وطنية، والسلطة اللي موجودة لا وطنية، والأحزاب التي تعمل لا وطنية. هذه هي الإشكالية، وليست إشكالية أن يوفرون ويبنون ويحضرون. هم ليس لهم نية في إعمار العراق، وخصوصا بغداد مستهدفة إيرانيا، وكل القوى السياسية اللي موجودة هي تعمل تحت أجندة إيرانية، بما فيهم المختلفين عن إيران ويدعون أنهم مختلفين عن إيران، ولكنهم خاضعين بقوة السلاح إلى إيران. هل يمكن تحميل التغيرات المناخية المسؤولية فقط عن الأزمات التي تمر بها بغداد، أم هذا التراجع بواقع بغداد كان عملا ممنهجا؟ كل المتغيرات المناخية تحدث في كل العالم، لكن لا تؤثر على واقع الحقيقي، لا تؤثر على تاريخها، لا تؤثر على حتى الدول التي أو العواصم التي تعرضت إلى كوارث طبيعية كبرى، لكنها تبقى تحمل الهوية إذا كانت هناك إرادة حقيقية للبناء. يعني هناك غاية باستهداف بغداد من قبل الرعيل الإيراني. هي هذه الإشكالية الكبرى في بغداد، وليس إشكالية أخرى، لا البناء ولا المتغيرات المناخية. والبناء ممكن أن يكون في ظل كل الأوضاع، دول تحدث فيها زلازل ضخمة كبيرة ولكن تبني نفسها بفترة قصيرة، لأنها صاحبة برنامج وطني حريص على أبنائها. اليوم السلطة في العراق لا تملك من الوطنية ذرة واحدة، لا هي ولا أحزابها ولا برلمانها. هذه الإشكالية الحقيقية اللي في العراق. مع حلول بغداد في المرتبة 13 ضمن أكثر العواصم العربية من حيث ارتفاع معدلات الجريمة وفقا لموسوعة قاعدة البيانات العالمية نيبو، ألا تتحمل السلطات مسؤولية ما يجري؟ لماذا لا يزال نفوذ وسلاح الميليشيات هو المسيطر والحاكم للحياة في بغداد وغيرها من محافظات العراق العريقة؟ بالحقيقة يعني السؤال يكون بالعكس، يعني متى تتخلص السلطة من نفوذ الميليشيات؟ الميليشيات هي السلطة، هي التي تمتلك كل مفاصل الدولة الأمنية والعسكرية وكل ما يؤثر على أمن المواطن بيد الميليشيات. الميليشيات هي السلطة وهي الدولة، فكيف تأتي مجموعة أخرى ضمن تشكيلات الدولة، الجيش وغيرها والشرطة، يجي يريد يغير وضع هو أصلاً غير قادر على أن يعترض طريق سيارة واحدة من الميليشيات، فكيف يأتي ويمنع الأذى عن الشعب العراقي من قبل هذه الميليشيات؟ الإشكالية في وجود هؤلاء في السلطة، هم السلطة الأساس، وهم الأعلى، وهم الذين يسيرون كل مفاصل الدولة الأمنية، وهم الذين أغرقوا البلاد بالدم والطائفية والتفرقة وكل شيء. هذا هو عمل إيران الأول في العراق. أستاذ عبد الله، بغداد أسوأ مدينة للعيش، بغداد من 13 دولة من أكثر بلدان العالم أو من مدن العالم في معدلات الجريمة، بغداد من أكثر بلدان تلوثا بالنفايات، لكن نجد أن العراق والسلطات مدعومة من قبل المجتمع الغربي والأمم المتحدة ولهم تمثيل في المحافل الدولية، لماذا لا تقوم الأمم المتحدة بواجبها تجاه بغداد؟ متى قدمت الأمم المتحدة خدمة لأي بلد آخر غير البلدان الدرجة الأولى التي هي تحمل صفة العالم الأول؟ الأمم المتحدة جزء من منظومة فساد عالمية مؤثرة. الأمم المتحدة لا تهمها استقرار العراق، والمنظومة الدولية لا يهمها استقرار العراق، لأن كل أطراف المنظومة التي تحكم العالم المؤثرة التي هي أمريكا وبريطانيا
في مجلس الأمن تؤثر لمصالحها، تؤثر مصالحها على مصالح الشعوب الأخرى، بما في ذلك بغداد. بغداد مستهدفة من قبل هذه الدول ومن قبل هذا في الأمم المتحدة، جزء من منظومة الفساد العالمية. لا يمكن أن تخدم بلد معين مثل العراق والدول العربية والدول الأفريقية. هذه فقط لو نرى اليوم صراخ وعويل الأمم المتحدة على أوكرانيا لأنها دولة أوروبية من الدرجة الأولى، أما ما يحدث في غزة، في بغداد، في غيرها من المدن، الأمم المتحدة لا تعطي أذنا لأحد. هذه المشكلة الأساسية، أنه منظمة الأمم المتحدة والتوجهات العالمية هي معادية إلى البلدان الفقيرة التي تعتبر من الدرجة الثانية أو الثالثة. نعم، من كوبنهاغن الكاتب والباحث السياسي عبد الله السلمان، كنت معنا عبر سكاي في بانوراما الرافدين، شكرا جزيلا لك.